M1 and M2 are two equal masses. M1 moves with speed v toward a stationary mass M2 on a frictionless horizontal surface. Will the maximum energy transferred to M2 occurs if collision is قد ايه الماكسيمم يتحول من كتلة لكتلة كتلة لكتلة أثناء التصادم لما يكون الكوليجن إلاستيك ولا إن إلاستيك مبدئيا؟ طبعا يكون إلاستيك لأن الإن إلاستيك بيفقد جزء من الطاقة، يبقى فيه فقد لما الإلاستيك مفهوش فقد في الطاقة تماما. فمبدئيا هو عندنا هنا one dimensional elastic collision، قد يكون one dimensional elastic، لا طبعا ده لا. يبقى لو الاثنين وان دايمنشن اختار طبعا اكيد الالاستيك، لان الالاستيك اكبر قدر من الطاقة يتحول من الكتلة الاولى للكتلة الثانية اثناء التصادم، لان الالاستيك جزء كبير بيتم فقده او جزء يتم فقده. كومبليتلي ان الاستيك يعني اكبر قدر من الفقد في الطاقة، طبعا غلط. تو دايمنشنال ان الالاستيك برضو ان الالاستيك لا. وهل تو دايمنشنال؟ لا طبعا وان دايمنشنال. ليه؟ لان كم الطاقه بدل ما يروح في اكثر من اتجاه وناخد له الجذر التربيع، لا يبقى اتجاه واحد. يبقى مبدئيا كده اكبر قدر من الطاقه هيكون one dimension وكمان elastic collision، هو الاختيار الاولاني.